بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير الشيخ على إجابة الدعوة، وفتحتم لنا بيتكم. إن شاء الله تفتح القلوب الآن لكلمة يسيرة كذا عن السيرة. سيرتي شن؟ يعني سيرتكم الشيخ، الاسم، الدراسة، بعض المؤلفات مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فالحقيقة الفضل لله عز وجل، ثم لكم، يعني أنتم أحسنتم الظن بأخيكم، وجهودكم ما شاء الله يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، فأنتم من يستفاد منه. أنا ما ودي أقاطعك يا شيخ، بس ما في مشكلة، الله يسامحك. أنتم قبلنا بكثير، بس ما ودي أكبرك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يوفقنا وإياك. بالنسبة للاسم، محمد بن بخيث الحجيري من الحجلان، من قبيلة حرب، أسكن في المدينة، ودرست في الجامعة الإسلامية، وتخرجت من كلية الحديث، وكملت الماجستير في أم القرى، ثم رجعت إلى الجامعة الإسلامية وأخذت الدكتوراه. ما شاء الله. والآن الحمد لله أستاذ مشارك، ما شاء الله، يعني يتقبل ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. يعني ما زلت الآن في الجامعة؟ في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث أدرس. ما شاء الله. إيه نعم، ومن الله عز وجل علي، يعني في أول ما درست وطلبت العلم على الشيخ محمد أمان رحمه الله. ما شاء الله. ودرست عليه، يعني أذكر الإخوان أن يعني كنت راجع الواسطية، فهي أول ما درست عند الشيخ، يعني هو أول ما درست الطحوية. ما شاء الله. الحقيقة نعم. نعم. ثم درست الواسطية، وكان يعني التاريخ حسب ما وقفت يعني 1407، يعني كانت يعني من البدايات، الله أعلم قبلها بسنة أو نحوها يعني. والحمد لله، من الله علينا، أدركنا كثير من المشايخ واستفدنا منهم. ما شاء الله. يعني منهم؟ والله الشيخ الشيخ محمد أمان، والشيخ صالح العبود، والشيخ صالح السحيمي، ويعني جالسنا الشيخ ابن باز رحمه الله، حضرنا دروس، يعني شيء من دروسي، وفتاوى يعني كثير من الفتاوى في ايام الحج، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفوزان، ودرسنا على الشيخ الحيدان، الشيخ صالح الحيدان، درسنا جلسنا مجالس للشيخ عبد الله بن غديان، ما شاء الله، رحم الله الجميع. ما شاء الله.